احنا اليوم مادام رجعنا للذاكرة نتاعنا، والذاكرة اللي عندها أهمية لأولادنا للأجيال اللي جاية باش يعرفوا ما هي المراحل اللي جاونا، ما هي التضحيات. هنا هذه المرحلة هذه والفضل يرجع للرئيس الجمهورية، وهو اللي يحرك هذا الجانب نتاع الذاكرة. هذه الفترة الأخيرة ما يسمى بالتقرير نتاع السيد سطورة كمؤرخ، هذا تقرير طلبه رئيس جمهورية فرنساوية من مؤرخ فرنساوي ليتابع القضية الجزائرية من وقت الثورة، وكتب ومختص تقريب حول الثورة الجزائرية، طلب منه يدير له تقرير ودار له تقرير. لما دار له تقرير أعلن على التقرير. هذا التقرير فرنساوي فرنساوي، احنا ما عندنا فيه حتى هذا رأيهم، النظرة نتاعهم، بصح النظرة نتاعنا نظرة أخرى. احنا لما ننظر للتاريخ موش في نهاية الاستعمار فقط، ننظر للتاريخ من بداية الاستعمار حتى لنهاية الاستعمار، يعني من 1830 حتى 1962.